في لك كم من السنين. روحوا يا يمه شوفوا وش عنده. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ترحموا لي ترحموا. قل وش الصك يا شيطان؟ وش ذا طوله طوله؟ هذا صك برج. شوف يا شيطان، ابقرا واذا تعبت كمل الباقي عني. خلينا نشوف. ها؟ اقول نبي نصير من الشيوخ العقار يا شيطان. يا رب يا رب. اقرا يا ابوي. مالت عليك، هذا صك طلاق مو براضي. ها. ايه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فلدي أنا سعد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، كاتب عدل بمنطقة الرياض. حضر لدي زنيطان بن معيطان لتثبيت ملكية الأرض التجارية الواقعة في مدينة الرياض. يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد والشكر. اسمع معيطان، هالأرض ترى ما نبي نفرط فيها ولا نبيعها. اقول لك يا شيطان يا اخوي، ترى احنا محتاجين سيوله يا ابوي، احنا محتاجين سيوله. هالارض هذه يا اخوي شيطان، هذه لازم نبيعها ونستثمر قيمتها يا ابوي. يا معيطان، وش نبي بالسيوله؟ من عرف نفسنا وحنا سائلين. وانا ابي سيوله يا ابوي، عندك مانع يا ابوي؟ ابي سيوله. يقول لك التاجر بلا سيوله ما تسبق خيوله. انا حسيت انك بديت تحوس حلالنا، وترى انت يا معيطان غير مأمون على حلالنا. حوش حلالك يا زعيطان. اي هذا اللي صاير. انا حوش حلالك كلمة يا معيطان. اعقل، اذكر الله وقول لا اله الا الله. لا اله الا الله، افهمني زعيطان. زعيطان، نعم زعيطان، اذكر الله. لا اله الا الله، اذكر الله، اذكر الله وقول لا اله. اقول معيطان سم، ما نكمل قرايه صكوك وبعدين تهاوش سم. يلا نكمل سم. هذا قرينا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أحس أن أبوي عندها فلوس واجد والحمد لله، والحين أخواني بيشوفون وش عنده من فلوس وأراضي ويقسمونها علينا، وكل واحد ونصيبه. طيب أنا أقدر أخذ نصيبي منهم واشتري اللي أحتاجه؟ أكيد يا دلوعة ماما، أو غصب عليهم بعد، بس إن المفروض قاعد عند أخوانك بين الرجاجيل مو قاعد بين الحريم. يعني لو رحت أنا معاهم بيكثر نصيبي؟ ترى حنا علمناك وانتو بكيفك. عموما انا بقول لهم يعطوني فلوسي كاش، ابشتري لي بيت. الحين اصبروا يا جماعه لين يجون اخواننا من داخل ونشوف كل واحد كم نصيبه، وبعدين حنا حرين نسوي اللي نبي. ومساحه الارض 5000 متر مربع. كمل يا معيطان كمل، برد قلبي برد قلبي. يقول واشهد بان الارض مرهون. مرهونة؟ الله، وش مرهونة؟ مرهونة لمعيلي بن حمد، والكوبة في سلفة بمبلغ 50,000 ريال لترميم محلاتي التجارية الموجودة في جدة. اللي عند المحلات تنهد. الحين معيطان ما نقدر نتصرف في هالأرض نبيعها ولا شيء. خلصت الصكوك، شوف وش في الصندوق، خل نخلص. لا حول ولا قوة إلا بالله. وش هو؟ درهم. زين درهم. زين اقرا وش ذا الورقة؟ جاءنا دراهم. يا ربي لك الحمد. يقول هذه 10,000 أمانة محطوطة عندي من يا معيطان. بيطلع لأمك 25,000 ريال، وخواتك كل واحدة 21,000 وكسور، وانا وانت وسامي كل واحد منا للثلاث واربعين الف وسبعمية وخمسين. ثلاثة واربعين الف ما تسوى يا ابوي. والله العظيم 43,000. الحين لنا كم شهر وحنا امطامر وطردي ومحاكم وسفر وسهر، وثلاثة 43,000. امر الله شق الجربة، وش نسوي؟ انا اقول لك، احنا الحين سالفة 200,000 ما نطريها لحد يدري، لحد يدري إلا أنا وياك. نبي نقول لهم حنا طلع
الورث 45,000 بس، وبهالقسمة بالخمس واربعين ألف أمك على مثل ما تقول أنت لها الثمن يبي يطلع لها، أنا مكسرها يبي يطلع 5,600، وخواتك يبي يطلع كل واحدة منهن هالثنتين يبي يطلع لهن 5,000، وأخوك مثل سالفتك أنت تقول الذكر والأنثيين أخوك يبي يطلع 10,000، والباقي بتجوبنا أنا وياه. شلونك ميطان؟ شلونك زيطان؟ عندكم ضيوف؟ زيطان؟ ميطان؟ هذا أختكم سامي، والحين صارت أختكم سامية، يعني ما عرفتوه. لا 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 لا، سمعت سمعت شغالوا. هذا سامي، سامي ما صار بنت صار شيطان. ها شيطان مرحك اخوك اخوك وش صار الحين؟ صار بنت صار بنت. واذا وهنا وش عطينا؟ عطينا حقه انه وش هو؟ ذكر ذكر يعني يعني دراهمنا، ولا ذكر مثل حظنا يا دراهم.